وعلاقته بالطبيعة. إذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، الآن تزلزل الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا السماء انفطرت، وآخر الآيات وإذا القبور بعثرت. سأذكرها في آخر الرسالة. أما الآن أن هذه الطبيعة لها علاقة باليوم الآخر، يوم تبدل الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إما تبدل، بعضهم قال تبدل يعني عين، وبعضهم قال تبدل صفات. التبدل متفق عليه، لكن في الصفات أو في الذات هذا مختلف فيه، وسأذكر الكلام في آخر الرسالة. أن المهم أن هذا اليوم الآخر، يوم القيامة، هذه الطبيعة التي نراها الآن تتغير، وهذه الشمس في آخر الأمر، إذا الشمس كورت كيف تأتي إلى خرقة وتلف وكذا وتلقيها، كما جاء يعني في تفسير هذه الآيات أنها تلقى في جهنم. فهذا اليوم يختلف عن أيام الدنيا، أن فيه تبديل هذه الأرض، فيه إتلاف لهذه الأمور، فيه زلزلة، فيه انشقاق سماوات، فيه انفطار، فيه، سأذكر كل السور وما يتعلق يعني بأسمائها وما جاء فيها من آيات في آخر الرسالة، لكن هذه إشارة.